حذرنا من خلال تواصل.com سابقاً وغيرنا حذر نشطاء عبر صفحاتهم في فيسبوك في تويتر، حذروا من أن هذا التلف في الألبوب الناقل وما أدى إليه في هذه المنطقة قد يجر الوبال والخيبات على المناطق، وللأسف هذا ما حصل. المقطع القادم يظهر فيه بعض أهالي المنطقة وهم يحاولون عمل سدود ترابية لمنع أن تتسلل المياه إلى بيوتهم. Thank you.